بسم الله الرحمن الرحيم. إدريس صديق، رئيس مجلس البلدية جامعة الهروي إقليم ديونا. كيف ما كتلاحظوا اليوم في هذا السيت هذا واحد المفخرة للمنطقة، وبالخصوص جامعة الهرويين اللي كتعرف أول مشروع كبير بحال هذا في المنطقة. مشروع ضخم يضم حوالي 270 وحدة صناعية، غيستافدوا من الناس اللي يعني من جهة الدار البيضاء كلها اللي عندهم مشاكل في الصناعة ديالهم وفي المحلات ديالهم. هذا المشروع هذا صاروا عليه الناس باش ينجح، ومن ضمنهم السيد العامل عامل الاقليم، والناس في هذه المناسبه كنشكرهم على هذه المجهودات اللي داروا باش ينجح هذا المشروع هذا، اللي هو صراحه مشروع كبير. ربما بحال هذا المشروع كاين ثلاثه ولا اربعه في المغرب، مثل ما فيهم طنجه وربما في جامعه ولاد عزوز. نتمنى والله هذا المشروع حتى هو ينجح عندنا هنايا، وهذه غتكون قيمه مضافه يعني للجماعه والمنطقه اللي يعني اللي غيستافدوا من الوليدات الناس ديال المنطقه اليد العامله بالخصوص. وكنشكرهم مره اخرى وشكرا لكم. منطقه الهروين اليد العامله، اما المحلات لا اظن اللي غيستافد هو اليد العامله اللي غتخدم هنا، وهذا هو الهدف ديالنا والمبتغى ديالنا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم، معكم البحساني كمال. ياس، انا من الناس المستفيدين اللي استفدنا في هاد الناس اللي كان عندهم مسائل غير مهيكل. دابا ان شاء الله انتقلنا للامور مهيكله، وهاد البادره اش نقول لك، تنطلبوا تنشكروا الله سبحانه وتعالى، وتنشكروا سيدنا الله ينصره اللي شاف في هاد الشعب ديالو. بالنسبه حيدنا من واحد كنا بصراحه كنا محنين، وكنا ما سميتو. دابا الحمد لله، الحمد لله حنا راه دابا الامور تقادات، وبالنسبه لوحده تبارك الله راه شوف كيف داير الوحده اللي زعما كاين مرافق مزيانه، كاين كل شيء مزيان الحمد لله. تنطلبوا من الله، تنتمنوا على الله سبحانه وتعالى نزيدوا حنا القدام، ونزيدوا حنايا نزيدوا الاستفاده ونزيدوا الانتاج. هذا اللي واسيدي تنشكروا السيد الوالي، لان السيد الوالي خدام حتى هو امر من سيدنا الله ينصره، وتنشكروه حتى هو بزاف، هو والسيد العامل، لان شدوا بيدينا ووصلونا وصلنا لهذا سميتو. وهو الواقع بان هذا المكان مكان من ناحيه النظافه، ومن ناحيه سميتو، حيت كل شيء خص بنادم، كنا خصنا نتعاونوا هي الوحيده، لان الا ما جيناش غنتعاونوا هذا الشيء ما غادي يبقاش بحال هكذا. خصنا نتعاونوا باش في النظافه، ونتعاونوا في الصيانه، ونتعاونوا باش تبقى صوره جميله كما شناها نهار الاول وكما هذاك. وحتى حنا تنقولوا غنخدموا في واحد الجو مريح، ونخدموا في هذا غنقولوا غادي يكون. وتنتمناو على الله نزيدوا لقدام، لان حنا كنا ناس مهمشين بعد سميتو. الحمد لله ملي شاف فينا سيدنا الله ينصره والله، راه حنا غاديين تنطلبوا من السلطه، تنطلبوا من سميتو باش يواكبونا ويزدوا معنا، لان باش حنا لان كاين ناس ما عارفاش، ناس ما فاهماش، ناس فهمتي بزاف الامور. كاين اللي خدام تيصحاب بان هذيك الشركه ولا بان هذيك راه شي حاجه تخلعوا، خصها شي يواكبونا، وخصنا يوصلوا لينا يديروا لنا واحد اجتماعات وهذه باش يفهمونا، يبسطوا لنا الامور، لان كاين اللي ما قاريش، كاين اللي ما فاهمش، كاين اللي بزاف الامور. وهذا نتمنوا على الله، الله يسر. شكرا. هذا الشيء يمكن تدارك هذا الامر ديال الجهل ديال المواطنين اللي تم تسليمهم مفاتيح الاستفاده، يمكن تداركه بقيام بانشطه تحسيسيه وحملات توعويه للحفاظ على نظافه المكان، وللقيام بكل مبادره تساهم في التنميه وفي الحفاظ على هذا الروح ديال التضامن والتعاون، للدفع بالقطاع الى احسن سبل. يا كنعوذ وإياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك الكريم الذي نتذكر فيه ونتذكر فيه المغاربة والمسلمون وتضحية الآباء والأجداد في هذا البلد الأمين، نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن تنصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعطي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه في سفره وفي حضره ووفقه في جميع مشاريعه يا رب العالمين، وانصر جنده يا رب العالمين، وانصر ولاته ووفق ولاته وأعوانه وجنده يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين وفقه في جميع مشاريعه الخيرية لخدمة هذا البلد الأمين ولخدمة المشروع التنموي المبارك في هذا البلد الأمين. نسألك يا رب العالمين أن تقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وبشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وفي سائر أفراح الأسرة العالمية الشريفة يا رب العالمين. نسألك يا رب العالمين في هذه الذكرى المباركة أن ترحم آباءنا وأجدادنا الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم وبكل ما يملكون من أجل استقلال هذا البلد الأمين. نسألك يا رب العالمين وندعوك في هذا اليوم الأغر المبارك الكريم أن ترحم أبطال هذا البلد الأمين مولانا أمير المؤمنين وصحبة النبي المصطفى الأمين السلطان المعظم مولانا محمد الخامس وابنه البار السلطان المعظم أمير المؤمنين مولانا الحسن الثاني. اللهم ارحمهما برحمتك الواسعة، اللهم تغمدهما برحمتك الواسعة وتقبل منهما تضحياتهما في خدمة هذا البلد الأمين. وارحم يا رب العالمين جميع أهوالهم من مناضلي ومجاهدي هذا البلد الأمين. اللهم يا رب العالمين نسألك في ختم هذا الدعاء أن تحفظ بلدنا المغرب من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسألك يا رب العالمين أن تديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار. نسألك يا رب العالمين أن تحفظ للمغرب بره وجوه وبحره وصحراءه وأن تحفظ له حلوله يا رب العالمين وأن تديم علينا نعمة الأمن والرخاء ونعمة الوحدة في هذا البلد الأمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حقق رحمتك واجعل بلادنا الشيخ ناصر الحافظ واجعل بلادنا بلاد الدين ورحمة المحتاج والمسلمين ما شاء الله. فنسألك يا رب العالمين في هذا اليوم المبارك الكريم كذلك اللهم اصلح بلادك وبهيمك وانشر رحمتك وأحي بلدك بالليل. اللهم اصلح بلادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك بالليل. اللهم اصلح بلادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك بالليل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.